فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم اللي نسل كل الموجات للاعب الوطنية التونسية في فلاش سبور. البداية برياضة التنس، دورة نينغبو الصينية. منذ قليل البطلة التونسية والعالمية أنس شابر تتأهل دور النصف النهائي في هذه البطولة. إذن البطلة التونسية والعالمية أنس شابر لعبت اليوم الصباح مباراة الدور الربع النهائي لهذه الدورة أمام الأسترالية فيرا زفونا الريفا المصنفة 526 عالميا. مباراة انتهت بانتصار التونسية أنس جابر 2-1 بواقع 7-6 لأنس، ثم 6-4 للأسترالية، ثم 6-1 لأنس جابر. بالحظ والتوفيق لأنس جابر في هذه الدورة. إلى كرة القدم، النجم الرياضي الساحلي سافر اليوم العشية إلى الدار البيضاء إلى المغرب لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي يوم السبت القادم في ملعب مراكش الكبير. مباراة تنطلق مع 7:30 متاع العشية بتوقيت تونس. رحلة اليوم العشية عادية، تنطلق من مطار تونس قرطاج مع 6 متاع العشية. الوصول إلى كازابلانكا في حدود الساعة 9 ليلا، ثم التحول إلى مدينة مراكش في رحلة داخلية. نذكر أن مباراة الذهاب في سوسة انتهت لصالح النجم الرياضي الساحلي بنتيجة هدف مقابل 0. هامة جدا هذه المباراة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، يبدأ دور التمهيد الثاني للشامبيونز ليج الأفريقية من أجل التأهل لدور المجموعات. صحيح مباراة ليست سهلة بما أن المنافس محترم ومحترم جدا، شاهدناه في مباراة الذهاب في ملعب سوسة، كذلك تبعناه في مباراة خلال هذا الأسبوع في البطولة المغربية، كان فاز 3-0 أمام مولدية وجدة المغربي. لكن النجم قادر في مثل هذه الوضع واحدة بلاش في سوسة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، قادر أنه يعود النجم الرياضي الساحلي بورقة العبور للدورة القادم في الشامبيونز ليج الأفريقي، عنده الخبرة الأطول. كذلك بالحظ والتوفيق أيضا للترجي الرياضي التونسي دائما مع الشامبيونز ليج الأفريقية. ترجي الرياضي التونسي واصل تحضيراته استعدادا لمباراة إياب الدورة التمهيدي الثاني ضد فريق ديوان البوركينابي، مباراة يوم السبت القادم مع 5 متاع العشية في ملعب حمد العقربي بيرادس بقيادة الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما. مباراة دون حضور بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بسبب العقوبة المسلطة من قبل الكاف على الترجي. نذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف مقابل 0. الحظ والتوفيق للترجي وكذلك النجم في الشامبيونز ليج وكذلك النادي الافريقي في كأس الاتحاد الافريقي. الافريقي يلعب يوم الاحد القادم مباراة اياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف ضد فريق باهير دار كينما الاثيوبي، مباراة تنطلق مع 4 متاع العشية في ملعب حمد العقربي برادس. ان شاء الله الافريقي يتأهل للدور القادم. الافريقي مطالب بالانتصار بفارق 3 أهداف بما انه مباراة الذهاب كانت لصالح الفريق الأثيوبي باهير دار كينما 2-0. قادر الأفريقي أنه يمر للدورة القادم، قادر أنه يربح بفارق 3 أهداف في هذه المباراة. لأحبال النادي الأفريقي، تذكر هذه المباراة ما زالت موجودة حتى اليوم مع نصف الليل في الموقع الرسمي للنادي الأفريقي، وكذلك انطلقت عملية البيع في شبابيك ملعب المنزل أسوام 20 دينار 30 دينار 40 دينار و 60 دينار مع إمكانية دخول أصحاب الاشتراكات. الجامعة التونسية لكرة القدم تنظم بالاشتراف مع الاتحاد الافريقي اول دورة للمدربين للحصول على اعلى درجة في التدريب ليسانس برو كاف. دورة تنطلق يوم 13 اكتوبر، سيتم قبول 20 ملف فقط. اخر اجل لتقديم الترشحات يوم 6 اكتوبر. الهيئة المديرة لفريق الملعب التونسي تعاين المدرب ذكر الجلاسي في خطة مدير فني للأصناف الشابة. ذكر الجلاسي ابن الملعب التونسي خاض عديد التجارب التدريبية آخرها مع فريق أكابر شبيبة منوبة، حق معه الصعود إلى المستوى الثاني، نحكي على بطولة الهوات. الأولمبي الباجي توصل الاتفاق لإعارة زوز ملاعبية الشبان صهيب العبدلي لجندوبة الرياضية ويوسف المالكي لفريق مرجان تبرقة.
في قوافل قاف سانتيداب مهاجم النادي الافريقي محمد نيزك الليلي لمده موسم على سبيل الاعاره. والبارح الحصه التدريبيه للقوافل عرفت عوده المدرب شاكر مفتاح بعد ما كان هدد بالاستقاله، وحبايب القوافل الرياضيه بقاف كانوا موجودين في التمارين البارح واستقبلوه بالورود. تصفيات كان المغرب 2024 بالنسبة للسيدات، المنتخب الوطني التونسي سيواجه في الدورة الثاني منتخب الكونغو برازافيل، مباراة الذهاب في تونس يوم 27 نوفمبر، ومباراة الإياب ستكون في الكونغو يوم 5 ديسمبر. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن رسميا منح المغرب شرف تنظيم كأس امم افريقيا لسنة 2025 مع اختيار الملف المشترك بين تنزانيا وكينيا واوغندا لتنظيم نسخة 2027. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة من البارح موجود في العاصمة اليابانية طوكيو في رحلة عادية عبر الدوحة. كان السفر العناصر الوطنية يلعبوا بداية من 30 سبتمبر حتى 8 اكتوبر الدورة التأهيلية للعبة الأولمبية. نلعب أول مباراة يوم السبت القادم مع سلوفينيا، ويوم الأحد مع صربيا، جولة ثالثة يوم الثلاثاء القادم ضد المنتخب الياباني، يوم الأربعاء الموعد مع مباراة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 6 أكتوبر مع المنتخب المصري، يوم السبت 7 أكتوبر مواجهة ضد المنتخب الفنلندي، وختام المقابلات يوم الأحد 8 أكتوبر القادم مباراة ضد المنتخب التركي. بالنسبة لقائمة اللاعبين الموجودين على ذمة الإطار الفني: إلياس قرمصلي، حمزة نجا، خالد بن سليمان، عمر العقربي، أحمد القاضي، محمد علي بن عثمان، صدام الهميسي، مروان المرابط، سليم المباركي، أيمن بوغر، مهدي بن طاهر، طيب القربصلي، أسامة بن رمضان، ومحمد بن يوسف. في البطولات الأوروبية اللي تنجموا تابعوا مجموعة من المقابلات لحساب الجولة السابعة للليغا الإسبانية، مباراة تنطلق مع الخمسة نتاع العشية مواجهة بين سيلتا فيغو وديبورتيفو ألافيس، كذلك في نفس التوقيت مع الخمسة غرانادا مع ريال بيتيس، ومباراة تنطلق مع السبعة ونص أوساسونا في مواجهة لأتليتيكو مدريد. كذلك تنجموا تابعوا مجموعة من المقابلات لحساب الجولة السادسة للبطولة الإيطالية، مباراة تنطلق مع الأربعة ونص متاع العشية بين فروسينوني مع فيرونتينا، والأربعة ونص كذلك مباراة تجمع مونزا مع بولونيا، وثمانية غير بها مواجهة بين جنوبا وروما. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء. عشرتنا دي